هذا اليوم تستمر التحديات مع سن الصغار وانطلاقة الحقائق التي تأتي بتوالي أشواطها شوطا يتلو الآخر، حيث أعلنت انطلاقة شوط جديد الشوط الثامن الخاص بالقعدان. نتابع مقدمة هذا الشوط مع وجود هذه الشعارات الحاضرة في مهرجان ولي عهد دبي، حيث ينطلق هذا الشوط وننطلق بالمتابعة لدى مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الأول من يتواجد مزعل على المركز الأول يأتي بالصدارة والانطلاق في هذا الإبداع وفي هذا الانطلاق المميز، محمد بن علي بن هزيم المسافري اللي قير وبدأ يستلم صدارة هذا الشوط. هذا قاصد ناصر بن سليم بن سالمين الوهيبي بدأ يحتل الصدارة. المركز الثاني يتقدم الفهد سلطان بن خاتم بن محمد الشامسي، بينما ننتقل إلى المركز الثالث من الجانب الآخر من يتواجد في هذه الانطلاقة وفي هذا الإبداع. تدخل أيضا سريعا هذا الشامخ سالم بن أحمد بن حربي العامري يصل في هذه اللحظات. وجود أيضا هنا مشاهدين الأعزاء متمرد علي بن راشد بن ناصر الدرعي خذ المركز الخامس. المركز السادس من الجانب الآخر يتقدم منذر عامر بن سالم بن علي العمري، بينما المركز الثامن هذا هو النصر خليل بن راشد بن علي الشامسي. ووجود مخيف مخيف عبد الله بن سيف بن معضد المشغوني، كذلك النايف يصل في المركز العاشر متدخلا سريعا إلى المركز السادس في هذه اللحظات. عبد الله بن علي بن راشد المري يأتي في هذا الانطلاق. وأيضا من الجانب الآخر عراف محمد بن راشد بن مبارك من سرود يأتي في هذه الانطلاقة. هذه العشر المراكز المتقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى قاصد من يأتي. أيضا تعنى ليكون مشاركا في هذا المهرجان ناصر بن سليم بن سالمين الوهيبي يقود مسار هذا الشوط لينطلق بوجود قاصد على مقدمة هذا الشوط، بينما ما يتحرك على المركز الثاني مخيف عبد الله بن سيف بن معضد المشغوني ياتي في المركز الثاني. المركز الثالث تحرك الفهد سلطان بن خاتم بن محمد الشامسي يتواجد في المركز الثالث. المركز الرابع النايف النايف عبد الله بن علي بن راشد المري ياتي ودخول قوي ومثير للقايه من الجانب الايمن. هذا للطام مسلم بن حمد بن متعب العامري متدخلا بدخوله السريع، كذلك انطلاقه النصر خليل بن راشد بن علي الشامسي. تدخل في المركز الثامن مخلاب محمد بن سعيد بن لوتية العامري يصل في هذه اللحظات. تاسعا المهندس حمد بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري، ولكن الله النايف ايضا دخوله قوي من الجانب الاخر. هذا النايف سلطان بن مهير بن عبد الله الكتبي بن محيان يتقدم في هذه الانطلاقه القويه، العوده الى الصداره، العوده الى مقدمه هذا الشوط بعدما أكملنا النداء للمراكز المتقدمة، العودة إلى صدارة هذا الشوط. من يتواجد مع المقدمة، من ينطلق بالمركز الأول، هذا هو مشاهدين الأعزاء. ياتي قاصد على المركز الأول، ياتي قاصد على الصدارة. ناصر بن سليم بن سالمين الوهيبي يقود هذا الشوط المشغوني بمحاولاته المستمرة مع المركز الثاني. عبد الله بن سيف بن معضد المشغوني مع وجود مخيف. تدخل النايف عبد الله بن علي بن راشد المري بدخوله السريع واستلامه للمركز الثاني في هذه اللحظات وفي هذه التحديات القويه والمثيره. ولكن شوف القادم، شوف الكيلومتر الاخير، قادرنا لوحه الكيلومتر الاخير. هذه هي ايضا الانطلاقه بوجود الفهد سلطان بن خاتم الشامسي. تدخل ايضا شاهين سلطان بن حمد بن عميره الشامسي يصل في هذه اللحظات ليبدا ايضا بالانطلاقه بالامتار الاخيره. ولكن القادم، القادم العارض سلطان بن سالم بن نايع القفلي وبن عميره، بن عميره والمري وبن نايع في منافسه ثلاثيه، في منافسه ثلاثيه بقياده شاهين سلطان بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي يقود مسار هذا الشوط في الامتار الاخيره ال 400 متر الاخيره. تحرك العارض سلطان بن سالم بن نايع القفلي ياتي في المركز الثاني خلال هذا الانطلاق، ولكن بن عميره الى اهالي زاخر، الى اهالي زاخر.
الاخر سلطان بن حمد بن عمير الشامسي يعلن بانطلاقة وجود سلالة شاهينية على المركز الاول. سلطان بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي سلام العين الامتار الاخيرة زاخر مع المركز الاول. تهانينا لابن عمير. المركز الثاني العارض سلطان بن سالم بن نايع الفضلي. المركز الثالث كان عبد الله بن علي بن راشد المري. المركز الرابع وصل ايضا للماهر احمد بن عبد الله بالطير العامري. والمركز الخامس حلم قادر السيل بن محمد بن طماطم العفاري. هذا الشوط ومساره بوجود بن عميره في اول الاسماء التي حققت ناموس هذه الامسيه من خلال وجود شاهين. سلطان بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي قدم الابداع بخمس دقائق 52 ثانيه سته اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان ايضا العارض سلطان بن سالم بن نايع الاغفلي بتوقيت زمني مقدار 5 دقائق 52 ثانيه 9 اجزاء من الثانيه. النايف حل في المركز الثالث. عبد الله بن علي بن راشد المري اتى في المركز الثالث خلال هذا الانطلاق ب 5 دقائق 55 ثانيه 6 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله.